العنان، وكأن دعنا نقول الدورية التي تقوم بها الجيش الإسرائيلي من الجانب الإسرائيلي أمتار بعيدة عن الدورية التي يقوم بها الجيش اللبناني. واليوم بالنسبة لإسرائيل الجيش اللبناني دعنا نقول هو حزب الله، واقع دعنا نقول كما ذكر في التقرير أي شرارة قد تندلع مواجهة بين الأطراف. نعم، أولا الجوار الإسرائيلي اللبناني رأى الكثير من التقلبات وكذلك تاريخ تعايش مشترك من احتلال والعيش سوية في جنوب لبنان على مدار سنوات طويلة، وبالتالي هنالك نوع من معرفة لهذه الأطراف بعضها البعض. وبالتالي عندما يتحدث اللبناني في جنوب لبنان مع الإسرائيلي في شمال إسرائيل هنالك نوع من جوار ونوع من فهم للعقلية وطريقة التفكير. إذا كان الأمر يرجع إلى طريقة الجوار هذه فيمكن حل كل المشاكل بشكل طبيعي، إلا أنه وبشكل واضح حزب الله في كثير من الأحيان خاصة كل ما يتعلق بالحدود الإسرائيلية هو يعود إلى المرجعية الإيرانية وإلى نفس المشروع، ولا يمثل الحس اللبناني والإرادة اللبنانية والمصلحة اللبنانية. هنالك من يقول أن إثارة ترسيم الحدود من جديد يأتي للضغط على الحكومة اللبنانية لإبعاد أو تخفيض الوجود الإيراني في لبنان ومنع حزب الله من بناء مصانع لصواريخ دقيقة. وعن الصواريخ الدقيقة يقول المواطنون ما تحدث عنه زميلي بأن هنالك حسن جوار وهم لا يتخوفون في الحرب المقبلة من أن تخصف بلداتهم، لا هم يشيرون بأن حزب الله سيستهدف تل أبيب بصواريخ بعيدة المدى، وهم يقولون أيضا إذا كانت إسرائيل استهدفت بعض قوافل الأسلحة المتوجهة إلى لبنان من سوريا فمن المؤكد أن هنالك الكثير من تلك القوافل التي عبرت الرادار الإسرائيلي ووصلت إلى لبنان وهم يتحدثون عن آلاف الصواريخ. نعم.